اقرأ لي تقدم دراسة في اللون القرمزي لآرثر كونان دويل. رواية من جزئين، دراسة في اللون القرمزي وعلامة الأربعة، ترجمت شيرين مصطفى، صدرت عن دار سما للنشر والتوزيع، بصوت باسم محمود. الرواية الأولى، دراسة في اللون القرمزي. الجزء الأول، نسخة من مذكرات جون واتسون الطبيب السابق في الجيش البريطاني. الفصل الأول، السيد شيرلوك هولمز. أنهيت دراستي في كلية الطب بجامعة لندن، وتخرجت فيها طبيبا عام 1878، ثم ذهبت إلى نيتلي في مقاطعة هامشاير للمشاركة في الدورة المقررة على أطباء الجيش. وبعد أن أكملت دراستي هناك، ألحقت بفرقة المشاة الخامسة كطبيب مساعد، وكانت تعمل في الهند في ذلك الوقت. وقبل أن أصل إليها اندلعت الحرب الأفغانية الثانية. عندما وصلت إلى بومباي، عرفت أن فرقتي توغلت في عمق أراضي أفغانستان، فتتبعتها مع عدد من الضباط الآخرين الذين كانوا في مثل حالتي، ونجحنا أخيرا بالوصول إلى قندهار بسلام. هناك وجدت كتيبتي وانخرطت بعملي الجديد في الحال. كانت تلك الحرب سببا في حصول الكثيرين على ترقيات وأوسمة، أما أنا فلم تحمل لي سوى البلاء وسوء الحظ، فقد نقلت من كتيبتي وألحقت بكتيبة بيركشاير التي شاركت معها في معركة مايوند المشؤومة، حيث أصبت في كتفي بطلقة نارية هشمت العظم وجرحت شريان تحت الترقوة. ولولا شجاعة وإخلاص مساعدي موراي الذي حملني على ظهر أحد أحصنة حمل العتاد ونجح في إعادتي سالما إلى الخطوط البريطانية، لصرت في عداد القتلى أو الأسرى. نقلت بعد ذلك مع قافلة كبيرة من الجرحى إلى المستشفى الرئيسي في بيشاور، وقد أنهكني الألم وأضعفتني الأحوال الصعبة التي عانيت منها لوقت طويل. هناك استرجعت عافيتي حتى صرت قادرا على المشي في أنحاء المستشفى والجلوس قليلا تحت أشعة الشمس في الشرفة، إلا أنني ما لبثت أن أصبت بالحمى التيفودية، تلك اللعنة التي أصابتنا نتيجة احتلالنا للأراضي الهندية، وبقيت في حالة شبه ميؤوس منها لعدة أشهر. عندما بدأت أتعافى أخيرا ودخلت في طور النقاهة، كنت قد بلغت درجة من الضعف والهزال، بحيث قررت لجنة طبية إعادتي إلى إنجلترا على الفور. وهكذا رجعت إلى البلاد في سفينة نقل الجنود أورانتوس، فوصلت بعد شهر إلى ميناء بورتسماوث بصحة منهارة تماما، حيث سمحت لي السلطات الرحيمة بقضاء الأشهر التسعة التالية في محاولة استرداد صحتي. لم يكن لي في إنجلترا أي أقارب، فكنت حرا كالنسيم، وتمتعت بالحرية التي يوفرها دخل يبلغ 11 شلنا و6 بنسات في اليوم. في تلك الظروف كان طبيعيا أن أنجذب إلى لندن، ذلك المغناطيس الهائل الذي يستقطب العاطلين والمتسكعين. فأقمت لبعض الوقت في أحد الفنادق بشارع ستراند، وعشت حياة باهتة بلا هدف، وكنت أنفق ما أحصل عليه من المال بتبذير مفرط، حتى صرت على حافة الإفلاس،
فأدركت أنني أمام خيارين، إما أن أترك العاصمة وأعيش في الريف أو أغير أسلوب حياتي كلياً. وباختيار البديل الثاني كان لزاماً علي أن أبدأ بترك المنزل واستئجار مسكن آخر في مكان أرخص وأقل فخامة. في اليوم الذي اتخذت فيه ذلك القرار كنت في مقهى كرايتريون عندما ربت شخص على كتفي، وحين التفت رأيت ستانفورد الشاب الذي عمل مساعد طبيب تحت رئاستي. كان من حسن الحظ أن يرى رجل وحيد وجه صديق قديم في وحشة لندن الهائلة، ولم يكن ستانفورد من أصدقائي المميزين في الماضي، أما في ذلك الوقت فقد رحبت به بحماسة، وهو نفسه بدا عليه السرور لرؤيتي. وفي غمرة فرحي به طلبت منه أن يتناول معي الغداء في مطعم هولبورن، فانطلقنا إلى هناك في عربة ذات عجلتين. سألني بتعجب واضح، والعربة تسير مصدرة أصواتا عالية عبر شوارع لندن المزدحمة، قال: ما الذي حدث لك يا واتسون؟ إنك نحيل كعود خشبي وبشرتك داكنة كحبة لوز. سردت عليه وصفا مختصرا لمغامراتي، وما كدت أنتهي من ذلك حتى كنا قد وصلنا إلى وجهتنا. فقال بشفقة بعد أن سمع بمحنتي: يا لك من مسكين، وما الذي تنوي فعله الآن؟ أجبته قائلا: سأبحث عن مسكن، سأحاول حل المعضلة التي تواجهني بالحصول على مسكن مريح بسعر معقول. علق رفيقي قائلا: عجبا، أنت الرجل الثاني الذي أسمع منه هذه العبارة اليوم. سألته قائلا: ومن كان الأول؟ إنه زميل يعمل في المختبر الكيميائي في المستشفى، وكان يشكو هذا الصباح لأنه لم يستطع العثور على شخص مناسب يشاركه مناصفة دفع إيجار مسكن لطيف عثر عليه، ولا يستطيع تحمل كلفته وحده. هتفت قائلا: يا إلهي، لو أنه أراد حقا من يشاركه المسكن والكلفة فأنا الشخص المناسب لذلك، كما أنني أفضل أن أحظى بشريك على أن أسكن وحدي. نظر الشاب ستانفورد إلي بغرابة وقال: أنت لا تعرف شارلوك هولمز بعد، وقد لا ترغب في أن يصبح رفيقا دائما لك. لماذا؟ ما الذي يعيبه؟ لم أقل إن فيه ما يعيب، صحيح أن أفكاره غريبة إلى حد ما، كما أنه دارس متحمس لبعض فروع العلوم، إلا أنه رجل محترم كما أعلم. قلت: هل أفترض أنه طالب طب إذن؟ لا أعرف المجال الذي ينوي التخصص فيه، أظن أن مستواه متقدم في التشريح، وهو كيميائي من الدرجة الأولى، ولكنه حسب علمي لم يلتحق بأي صف من صفوف دراسة الطب النظامية، وأبحاثه غريبة ولا تنتمي إلى منهج محدد، وقد جمع معارف متنوعة غير مألوفة يثير بها دهشة أساتذته. ألم تسأله عن التخصص الذي يسعى وراءه؟ لم أفعل، فهو ليس بالشخص الذي تستطيع التحدث معه بحرية، مع أن باستطاعته أن يسهب في الحديث حين تتملكه الرغبة في ذلك. قلت: أود أن أقابله، إذا كنت سأسكن مع شخص ما فإنني أفضله هادئ الطباع محبا للدراسة، فأنا لم أتعافى بشكل كامل بعد، ولا أحتمل الكثير من الإثارة والضوضاء، فقد نلت منهما في أفغانستان ما يكفيني لبقية حياتي. كيف أستطيع أن أقابل صديقك هذا؟ رد رفيقي قائلا: غالبا سنجده في المختبر، فهو إما أن يتجنب الذهاب إليه لأيام متتالية أو يعمل فيه من الصباح إلى المساء بلا انقطاع. يمكننا أن نذهب هناك بعد الفراغ من تناول الغداء لو أردت. أجبته قائلا: بالتأكيد. ثم تشعب بنا الحديث في موضوعات أخرى، وحينما انطلقنا في طريقنا إلى المستشفى زودني ستانفورد ببعض التفصيلات الجديدة عن السيد الذي عزمت مشاركته السكن. قال: لا تلمني إذا لم تتفق معه،
فأنا لا أعرف عنه إلا ما تتاح لي معرفته أثناء مقابلته في المختبر بين حين وآخر. وبما أنك من اقترح هذا الترتيب، فلا يمكنك أن تحملني المسؤولية. فأجبته قائلاً: إذا لم نتفق، فسنستطيع أن نفترق بسهولة. ثم استطردت أنا أنظر إلى صديقي بإمعان قائلاً: يبدو لي أن لديك من الأسباب ما يدفعك إلى نفض يديك من الموضوع يا ستانفورد. هل لهذا الرجل طباع سيئة أم ماذا؟ هيا، لا تكن كتوماً. أجاب ضاحكاً: ليس سهلاً أن أخبرك بما لا يمكن التعبير عنه، فأنا لا أرتاح لطبيعة هولمز التي تسعى إلى العلم بشكل مبالغ فيه، بشكل يقترب من الشذوذ، حتى أكاد لا أستبعد أن يقدم لأحد أصدقائه آخر ما اكتشف من المركبات القلوية التي تستخرج من النباتات وتستعمل في الأدوية والسموم. ليس عن سوء نية بالتأكيد، ولكن ببساطة من منطلق البحث العلمي، لكي يكون فكرة دقيقة عن تأثير تلك المواد. وإحقاقا للحق، فأنا أعتقد أنه هو نفسه قد يتناول تلك المادة بسهولة، حيث يبدو أن لديه رغبة جارفة في الوصول إلى المعلومات العلمية الوثيقة. ولديه كل الحق في ذلك. أجل، ولكنه قد يندفع بشكل مبالغ فيه، فعندما يصل الأمر لدرجة ضرب الجثث في غرفة التشريح بعصا، يكون هذا الأمر مستهجنا بالتأكيد. ضرب الجثث؟ نعم، لكي يعرف إلى أي درجة يمكن للكدمات أن تظهر بعد الموت. لقد رأيته بنفسي وهو يصنع ذلك. ثم تقول إنه ليس طالب طب. قال صديقي فيما كنا ننعطف لنسير في ممر ضيق: لا أعلم، الله وحده يعلم ما هو الهدف من أبحاثه. ها قد وصلنا، وعليك أن تكون رأيك الخاص عنه. دخلنا من باب جانبي يفتح على أحد أجنحة ذلك المستشفى العظيم. كان المكان مألوفا لي، فلم أحتج لمن يرشدني حين صعدنا الدرج الحجري الكئيب. وبعد ذلك مشينا في الممر الطويل بجدرانه البيضاء وأبوابه البنية، ثم انعطفنا بالقرب من نهايته إلى ممر له مدخل مقوس يقود إلى المختبر الكيميائي. كان المختبر غرفة ضخمة يصطف فيها عدد لا حصر له من الزجاجات بلا ترتيب. وتنتشر فيه طاولات عريضة عليها قوارير للتقطير، وأنابيب للاختبار، ومصابيح صغيرة تتوهج بشعلتها الزرقاء. كان في الغرفة شخص واحد، وكان منحنياً على طاولة بعيدة ومستغرقاً في عمله. فلما سمع صوت خطوات أقدامنا نظر حوله، ثم هب على قدميه مطلقاً صيحة فرحة. قال محدثاً رفيقي وهو يهرع باتجاهنا ممسكاً بأنبوب اختبار قائلاً: لقد وجدت المادة التي تترسب فقط عند وجود الهيموغلوبين. لو أنه اكتشف منجماً للذهب لما أشرق وجهه بسعادة أكبر من تلك التي ظهرت على ملامحه. وقال ستانفورد مقدماً كلاً منا إلى الآخر: الدكتور واتسون، السيد شيرلوك هولمز. قال هولمز بود وهو يشد على يدي بقوة لم أتوقع أنه يملكها: كيف حالك؟ أرى أنك كنت في أفغانستان. سألته بدهشة قائلاً: كيف عرفت ذلك بالله عليك؟ ضحك قائلاً: لا تهتم، فالموضوع يتعلق بالهيموغلوبين، لا شك أنك تعرف أهمية اكتشافي. أجبته قائلاً: إنه اكتشاف مهم من الناحية الكيميائية، ولكن من الناحية العلمية عجباً، إنه أكثر اكتشافات الطب الجنائي أهمية من الناحية العملية في السنوات الأخيرة. ألا ترى أنه يمكننا من الحصول على نتيجة مؤكدة عند فحص بقع الدم؟ تعال لأريك شيئاً. في فورة حماسته أمسك هولمز بكم معطفي وجذبني لأقترب من الطاولة التي كان يعمل عليها قائلاً: دعنا نحصل على بعض الدم الطازج. غرز الإبرة في إصبعه وسحب الدم الناتج عن الجرح بأنبوب ماص، ثم استطرد قائلاً: الآن سأضيف هذا المقدار الضئيل من الدم إلى لتر من الماء، وستلاحظ أن الخليط الناتج له مظهر الماء النقي.
ومع أن نسبة الدم لا تتجاوز 1 بالمليون، إلا أنني واثق أننا ننجح في الحصول على تفاعل يميز وجود الدم. فيما كان يتحدث، ألقى بعض البلورات البيضاء في الإناء، ثم أضاف قطرات قليلة من سائل شفاف، وفي لحظة واحدة تحول المحتوى إلى اللون البني الباهت، وترسبت مادة بنية في قاع الإناء الزجاجي. فصاح هولمز وهو يصفق بيديه ويبدو فرحا كطفل حصل على لعبة جديدة قائلا: ها، ما رأيك بهذا؟ علقت قائلا: يبدو أنه اختبار دقيق جدا. ممتاز ممتاز، إن الاختبار القديم الذي تستخدم فيه مادة صمغية غير مناسب وغير مؤكد، وكذلك الفحص المجهري لكريات الدم، فهو يصبح عديم القيمة بعد مرور ساعات قليلة على البقع. أما هذا الاختبار فإنه يعمل بالجودة نفسها، سواء كانت بقعة الدم حديثة أم قديمة. ولو أن هذا الاختبار اكتشف من قبل لدفع مئات الرجال الذين يجوبون الأرض الآن أحرارا ثمن ما ارتكبوه من جرائم. غمغمت قائلا: أجل، إن القضايا الجنائية تتوقف دائما عند هذه النقطة بالذات، فقد يشتبه في ارتكاب شخص ما لإحدى الجرائم بعد ارتكابها بأشهر، فتكتشف مثلا بقع بنية على مفارش سريره أو ملابسه بعد فحصها، فهل تكون تلك البقع بقع دم أو وحلا أو صدأ؟ أم أنها بقع فاكهة مثلا؟ ما هي طبيعتها؟ هذا السؤال حير الكثير من الخبراء، والسبب هو عدم وجود اختبار يمكن الاعتماد عليه. أما الآن فلدينا اختبار شيرلوك هولمز، لا صعوبة بعد اليوم. لمعت عيناه بقوة وهو يتكلم، ثم وضع يده على صدره وانحنى كما لو أنه يتخيل جمهورا يصفق له استحسانا. قلت وقد استغربت من حماسته كثيرا: علينا أن نهنئك. قال: في العام الماضي كانت قضية فون بيسكوف في فرانكفورت، والذي كان سيعدم بالتأكيد لو أن هذا الاختبار كان موجودا، وأيضا قضية ميسون من برادفورد، ومولر السيء السمعة، وليفيفير من مونتبلييه، بالإضافة إلى سامسون من نيو أورليانز. أستطيع أن أذكر الكثير من القضايا التي كان من شأن هذا الاختبار أن يكون حاسما في حلها. قال ستانفورد ضاحكا: تبدو وكأنك سجل متحرك لأخبار الجريمة، يمكنك إنشاء جريدة متخصصة في هذا الشأن، ولتطلق عليها اسم أخبار الشرطة. قال شيرلوك هولمز: ويمكن أن نجعل قراءتها ممتعة أيضا. ثم وضع ضمادة لاصقة صغيرة على الجرح الصغير في إصبعه، والتفت نحوي وهو يقول مبتسما: يجب أن أكون حذرا، فكثير ما تبتل يدي بالسموم. ثم رفع يده فيما كان يتكلم، فلاحظت أنها تمتلئ بقطع مماثلة من اللاصق، وكان لونها متغيرا نتيجة التعرض للأحماض القوية. قال ستانفورد وهو يجلس على مقعد مرتفع ويدفع بقدمه كرسيا آخر ناحيتي: لقد جينا في عمل، فصديقي يبحث عن مكان مناسب للسكن، وبما أنك كنت تشكو من عدم العثور على من يشاركك السكن، فقد فكرت في جمعكما معا. بدأ شيرلوك هولمز سعيدا بفكرة مشاركة سكنه معي، وقال: لقد أعجبتني شقة في شارع بيكر، وسوف تناسبنا تماما. هل تزعجك رائحة تدخين الغليون القوية؟ أجبت قائلا: لا، فأنا نفسي أدخنه أحيانا. هذا جيد، ثم إنني كثيرا ما أكون محاطا بمواد كيميائية، وأنشغل أحيانا بإجراء بعض التجارب، هل يضايقك هذا؟ أبدا على الإطلاق. دعني أفكر، ما هي عيوبي الأخرى؟ نعم، ينتابني الاكتئاب في بعض الأحيان، فلا أتفوه بكلمة لأيام متصلة. عليك ألا تظن أنني غاضب عندما أصنع ذلك، بل دعني وحدي وسوف تتحسن حالتي سريعا. والآن ماذا لديك لتعترف به؟
من الجيد لأي شخصين أن يعرف كل منهما عيوب الآخر قبل أن يبدأ بالعيش معا. ضحكت بسبب استجوابه وقلت: أنا لا أحتمل الضجيج لأن أعصابي ضعيفة، كما أن ساعات استيقاظي غير منتظمة، وأعاني من الكسل الشديد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العيوب التي ستظهر حين أشفى، ولكن هذه هي العيوب الأساسية في الوقت الحاضر. سألني باهتمام قائلا: وهل يدخل عزف الكمان ضمن ما تعتبره ضجيجا؟ أجبت قائلا: الجواب يعتمد على العازف، فسماع العزف الجيد على الكمان متعة، أما العزف السيء. صاح ضاحكا بمرح: حسنا، أعتقد أن بوسعك أن تعتبر الأمر منتهيا، هذا لو عجبك المسكن. متى سنرى؟ أجاب قائلا: قابلني هنا ظهر الغد لنذهب معا. صافحته قائلا: حسنا، سأحضر عند الظهر تماما. تركناه يعمل بين مواده الكيميائية ومشينا معا باتجاه نزلي، ثم توقفت فجأة والتفت إلى ستانفورد سائلا: بالمناسبة، كيف عرف هذا الرجل أنني عائد من أفغانستان بالله عليك؟ ابتسم رفيق ابتسامة محيرة وقال: إن هذا الأمر من صفاته المميزة، وكثيرون يتمنون فعلا معرفة الطريقة التي يكتشف بها هذه الأشياء. صحت وأنا أفرك يدي: إنه لغز إذن، هذا أمر مثير، وأنا ممتن لك لأنك عرفتني به. فالدراسة الصحيحة للجنس البشري هي دراسة الإنسان كما تعرف، قال ستانفورد وهو يودعني: فلتدرسه إذن، ولكني أعتقد أنك ستجد دراسته مسألة معقدة، بل إنني مستعد لمراهنتك على أنه يعرف عنك أكثر مما تعرف عنه. وداعاً، قلت وداعاً، ثم مشيت بهدوء متجهاً إلى نزلي. وقد أثار الشخص الذي تعرفت إليه للتو اهتمامي الشديد.